جيم بلاي. في جيم بلاي الجمعة هذه كما العادة باش نعملوا دور على أهم الأخبار، ومن بينهم باش نحكيوا على البي اس 5 وخبر مفرح للجيمرز اللي يلعبوا البي اس 5، باش نحكيوا زاد شوية على الذكاء الاصطناعي، أما قبل هذا باش نحكيوا على أساسن كريد لمحبي ومتابعي سلسلة الألعاب هذه. خبر مفرح اللي هو فما خبر أنه استوديو يوبي سوفت في سنغافورة بدأ في المراحل الأولى من تطوير لعبة أساسن كريد بلاك فلاج، يعني باش نشوفوا اللعبة هذه في ريميك، وسما كي نقولوا ريميك معناها اللعبة تكون هبطت عندها مدة وبعديك يعاودوا يعملوا لها تجديد وتطوير كما نقولوا احنا وتعاود تهبط بريسك نفس اللعبه لكن بالتطوير هذاك للجيمرز. اي معناتها نحكيو هنا الكوتي معناتها جرافيك نتاع الجرافيك ولا حتى ساعات شويه حاجات اخرين مبدلين معناها دي تكنيك في وسط اللعبه ولا حاجه هكاكا. والاغلبيه شنو اللي جو اللي عملوهم الريميك اللي يكونوا عملوا مبيعات كبيره وعملوا نجاحات كبيره، خاطر هنا بلاك فلاج نحكيو تبعت منها اكثر من 10 مليون نسخه وهذا بعد ما خرج في اكتوبر 2013. دونك هذه معناتها نحكيو على جو ديجا موجوده بالضبط، لكن هما معاودوا فيرسيون يطوروا فيها جديده يطوروها لهنا. خلينا نسالك في النقطه هذه عزيز، التطوير هذايا معناتها الكونسيبت يكون هو بيدو لكن يطوروا فيه حسب التطور التكنولوجي اللي موجود، حسب التطور معناتها الناس اللي معناتها تلعب الجو هذايا معناتها تقعد برشا اشهر اعوام كيفاش تصير العمليه؟ اون جينيرال اللعبه تاخو اقل وقت من الديفلوبمون نتاع اللي خذيته من الاول. اما على السؤال الاول باش نجاوبك، اللعبه يطوروها على حسب التكنولوجي اللي تزادوا جدد وعلى حسب الجرافيك كما قلت انت زاده، على خاطر وما يبدلوش الاغلبيه في الكونسيبت على خاطر هما ديجا عاملين ريميك على خاطر العباد اللي لعبوها قبل مازالوا يحبوا يعاودوا يشوفوها في نفس الكونسيبت نتاعها ويعاودوا يقولوا احنا يسترجعوا ذكرياتهم نتاع قبل. باهي تخي بيان. نتعداو للخبر المفرح الثاني اللي هو البي اس 5، والمره هذه الجيمرز اللي يلعبوا بالبي اس 5 يقولوا انه البلاي 5 غاليه ساعات، دونك شركه مايكروسوفت خمت فيهم وقالت قدام لجنه التجاره الفيدراليه انه فما نسخه مصغره من البي اس 5 تنجم تهبط اخر العام هذا وسومها باش يكون ب 400 دولار اكاهو. دونك هنا اقل ب 100 دولار ولا 150 دولار من النسخ الاخرين نتاع البي اس 5، دونك هنا فما اكثر عباد تنجم تولي تشري البلاي 5. معناتها لهنا ولا يلعب على الكونتيتي نتاع العباد اللي تشري؟ اكزاكتومون، يقول لك ساعات نعمل فيرسيون اضعف شويه من البلاي 5 باش اكثر عباد ينجموا يشريوا. باهي. نتعداو لاخر خبر اللي هو باش نبعدوا شويه على الجيمينغ، اما مازلنا في عالم التكنولوجيا اللي هو الذكاء الاصطناعي، وين منصه يوتيوب يقدم اداه جديده تخدم بالانتليجنس ارتيفيسيال اسمها ايلاود، وهذه تعمل الدبل جام تاع الفيديو لاي لغه اخرى وبنفس صوت صانع المحتوى الاصلي وباش تكون متوفر عام 2024. كزيد نفهموا هذه بالضبط شنو هي؟ مثلا انا ندخل نتفرج على فيديو بال نقولوا احنا بالفرنسي وانا ما فهمتش فرنسي، انا فهمت كان انجلي، دونك نستخدم الاداه هذيا باش تصير الدبل جاب بالانجلي اما بنفس الصوت نتاع السيد اللي يحكي في الفيديو. داكور، دونك حاجه جديده هذه، حاجه جديده ديجا مازال بتكون متوفره عام 2024. وهذه قوه الذكاء الاصطناعي. اكزاكتومون، هنا ولينا نلعبوا على الاصوات نتاع العباد اللي هما يتعادوا ما يتبدلوش على اللغه على برشا حاجات. قداش من لغه ينجموا يترجموا؟ بوغ لو مومون ما خرجوش العدد نتاعها، ما خرجوش العدد وما خرجوش دي ديتاي اكثر من اللي قلته هذاك هو الموجود لحد الان. تخي بيان، يعطيك صحة عزيز. شكرا وسام. دونك هذه كانت اخبار الالعاب الالكترونية في جيم بلاي.